خلونا ناخذكم في رحلة إلى الماضي، حيث تحولت أحياء الخبر الشمالية إلى وجهة سياحية مميزة، حيث أصبحت منازلها القديمة مقاهي ومطاعم بفضل جهود بلدية الخبر. مع استمرار التطوير لجذب المزيد من الزوار، خلونا نتابع طبعا هذا التقرير مع زميلنا حسين الحميدان في هذا التقرير. بداية تقدم بلدية محافظة الخبر ممثلة بسعادة رئيس البلدية المهندس مشعل الوهبي كامل الدعم والتمكين لجميع المستثمرين الراغبين في البدء في أنشطتهم التجارية أو الاستثمارية. فحقيقة نحن نعمل لخبر المستقبل، نعمل لتحقيق أعلى معايير جودة الحياة. اليوم حنا في الخبر الشمالية نشهد إقبال واضح وشديد على فكرة تحويل المنازل القديمة والتي تعود بالزمن إلى زمن الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولها إرث تاريخي ولها طابع خاص ومحبب عند أهالي وزوار الخبر. يتحول استخدامها من الاستخدام الأساسي السكني إلى الاستخدام التجاري، ممثلا بقطاع الضيافة من المطاعم والمقاهي. اليوم هذا بدوره يعني خلق لنا فرصة استثمارية وتكاملية وجعل الخبر بيئة جاذبة، كذلك خلق لنا فرص وظيفية، كذلك أيضا يعني رفع لنا مؤشر الاقتصاد في المنطقة. الإقبال واضح ويعني ملموس على منطقة الخبر الشمالية بوجه الخصوص. أصدرنا أكثر من 300 ترخيص لمطعم ومقهى فقط في منطقة الخبر الشمالية. دور البلدية هو الدعم والتمكين وحث المستثمرين على ممارسة أنشطتهم التجارية. نذلل العقبات، نسهل الصعوبات، وندعم الجميع بإذن الله. الإجراءات سهلة وميسرة، تتم عن طريق تقديم المستفيد لطلب تعديل استخدام المبنى من الاستخدام السكني إلى الاستخدام التجاري. يعالج الطلب من قبل القسم الفني المختص في البلدية، ويراعى فيه تحقيق الاشتراطات والضوابط الفنية، واللي من أهمها وجود شهادة تفيد بسلامة المنشأة ويعني مدى أهليتها للاستخدام. كذلك يراعى فيه الجوانب البصرية وتحقيق أعلى معايير الواجهات والطراز العمراني يعني اللي نطمح له جميعا. بعد ذلك يعتمد الطلب ويتم استلامه بشكل إلكتروني عبر منصة بلدي. أشكر الزميل حسين الحميدان على هذا التقرير، وأكيد مشاهدينا وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا. لكن قبل ما نختم معاكم، حابين نذكركم أكيد بمتابعة تغطية روتانا خليجية الخاصة بمناسبة اليوم الوطني اللي راح نقدمها أنا وزميلاتي وزملائي في القناة، وراح نكون معكم من الساعة 4 العصر إلى الساعة 9 مساء، وراح تشوفون كل التغطيات اللي تخص اليوم الوطني. وكل عام ووطننا بخير. تمسون على خير.